القانون، وهذا ما يقوم به الجيش السوري، وهذا ما تقوم به الدولة السورية. لن نتهاون مع العناصر المجرمة التي تحمل السلاح وتروع المواطنين وتحرق المباني العامة والخاصة وتضع يدها مع يد السورية من السيد الرئيس بشار الأسد أن هناك مطالب شعبية محقة، ونحن ملتزمون التزاما تاما وكاملا بتلبية كل المطالب للشعب السوري المسالم والمحب لوطنه. لا توجد لدينا مشكلة لا مع الموالاة ولا مع المعارضة. تحت سقف الوطن كلنا أخوة، قد نختلف سياسيا ولكن يجمعنا حب الوطن. المشكلة هي مع العناصر الإجرامية والإرهابية المسلحة، والفرق كبير والبعد شاسع بين من توجد لديه مطالب وبين من يقوم بعمليات إجرامية، وهذا ما يجب أن نميزه. ولن نسمح للعناصر الإجرامية المسلحة والعصابات الإرهابية أن تمنعنا من الانخراط في حوار سياسي سلمي حضاري وطني، لكي من ناحية نحافظ على أفضل ما لدى سوريا، وأنتم تعرفون ما هو أفضل ما لدى سوريا وكنتم تتحدثون عنه قبلي، الوطنية والقومية والتعايش الديني والإنساني والحضاري والثقافي والتاريخي والفكري والمذهبي. هذا ما سنحافظ عليه، ولكننا أيضا سنعمل على إصلاحات عميقة وجدية